السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع نتاع الجامع القطب بمدينة غيليزان، واللي عرف تأخر كبير. بالمناسبة نريد أن نذكر بضرورة استكمال هذا المشروع الهام جدا بالنسبة للجزائر في استكمال البرنامج الوطني لمساجد القطب أو جوامع القطب. إذا نخليكم تابعوا هذا التقرير اللي يعطينا فكرة عن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع. والسلام عليكم.